هل هناك استعدادات واقعية من قبل وزارة التربية لامتحانات نصف السنة وتحديد الحقل الربيعية طبعا يمكن إلى 1/3؟ يعني أكو استعدادات واقعية لهذا الموضوع لو الظروف هي اللي راح تحكم، يعني الظروف القادمة هي تحكم، ما تدري. أستاذ مقداد، نعم، اجتمعت وزيرة التربية بهيئة الرأي ووضعت معالجات وتمت مناقشة هذا الموضوع مع جميع المديرين العامين في وزارة التربية لوضع الحلول لهذه الأزمة. أكيد إحنا الدوام الطالب هو اللي يهمنا وانتظام الدوام هو اللي يهمنا، فكانت هنالك إجراءات ومعالجات لهذا الموضوع. معالجات كثيرة منها هي اللي سبق هذا الاجتماع الأخير، هو تقليص العطلة الربيعية ودورات التقوية للطلبة وتعويضهم بالدروس الإضافية أيضا للفترة اللي فاتتهم وتعويضهم عن المناهج أو المواد العلمية اللي فاتتهم. أيضا بالاجتماع الأخير تم مناقشة أيضا كثير من الأمور اللي تخص الامتحانات وطلبتنا وانتظامهم بالدوام. تم تحديد 3 مواعيد للامتحانات، امتحانات نصف السنة. هذه المواعيد تمثلت بالمنطقة المحافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالة والممثليات في إقليم كردستان. هذه المحافظات دوامها منتظم، فالأمور تسير بشكل طبيعي كما كانت في السنوات السابقة. أما المحافظات ذي قار وميسان وكربلاء والنجف والقادسية وواسط، فأيضا كان لهم موعد بالامتحانات، وكذلك بغداد والبصرة لهم موعد. وكذلك معالجات، من هذه المعالجات التي وضعت هو امتحان نهاية الكورس الأول يكون من 100، على اعتبار أنت تعرف كل امتحان من 50، فنهاية الكورس الأول ستكون من 100، واستثمار درسي التربية الرياضية والتربية الفنية لإكمال المناهج التي يعني فاتت على طلبتنا الأعزاء. وكذلك بالنسبة للصفوف المنتهية سيكون امتحان نصف السنة والفصل الثاني ومعدلا للساعة السنوي. هذه الإجراءات أكيد هي جميعها لصالح الطلاب ولكي ينتظموا بدوامهم ولكي يتم إجراء الامتحانات بإنسيابية وفق هذه المواعيد، وإن شاء الله كلنا أمل بطلبتنا وبكوادرنا التدريسية والتعليمية لكي يمشي هذا العام كما سارت الأعوام السابقة بإنسيابية عالية.